نعم، الأخ عبد الله من الرياض، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير شيخ صالح. جزاك الله بالخير. يعلم الله أن نحبك بالله وسعدنا بمشاهدتك يا شيخ صالح. جزاك الله خيرا. الشيخ صالح سؤالين الله يحفظك، السؤال الأول بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس. الراجح زكاة ولا لا؟ الراجح أنه لا زكاة فيه. ما شاء الله. إنما الزكاة في الذهب الذي يعد للقنية.